في واحدة من أجمل القمم في دولة تعتبر من الدول الأجمل في العالم، يسموها أيضا بدولة النصف مليون بحيرة. لما تفكر بالطبيعة وجمال الطبيعة وخاصة في أوروبا، أول شيء رح يجي ببالنا سويسرا والنرويج. واليوم إحنا في الغرب النرويجي المعروف بجماله وبطبيعته الخلابة، وخصوصا هذه المنطقة اللي اسمها أوستروي. حتى تكون حلقتنا ممتعة أكثر لازم نضيف لها معلومات جميلة، وبهاي الحلقة راح نحكي عن معلومات مهمة جدا عن النرويج وليش هي دولة رفاهية ومن أحسن الدول في العالم. السبب الأول برأيي أنا هي الطبيعة اللي موجودة بهذا البلد اللي ما تلقوها ببلدان ثانية، واللي راح نشوفها أيضا بهذا الفيديو. هذا الفيديو لازم تكملوه للنهاية، به معلومات جدا هواية وجدا حلوة، وراح نروح أماكن رهيبة. وأخيرا وصلنا المكان اللي راح نطلع من عنده إلى هذا المنظر الخرافي اللي صاير فوق. وخلال ما نصعد راح نحكي عن ليش النرويج واحدة من أحسن الدول العالم تعيش بيها. التعليم في النرويج للأجانب يعني اللي مو نرويجين والنرويجيين مجانا. شغلة ثانية، المستشفيات شبه مجانا، يعني إذا تسوي عملية احتمال ما تكلفك غير 20 30 40 دولار مو اكثر، والحكومه تتكفل بهذا الشيء. حتى اذا كان عندك ادويه قد ما يكون سعرها او كلمه معين من توصله، الدوله تتكفل بالباقي. هذا راح نصعد زيكزاك ونكون بين الجبلين بالاخير. معلومه لخ، دخل المواطن النرويجي السنوي يعتبر من الاعلى بالعالم، رغم هنا العيشه غاليه، ولكن اللي عنده خاصه الوظائف الحكوميه رواتبها جدا مناسبه، تقدر تعيش بيها حياه ورفاهيه. من بلد النصف مليون بحيره، اهلا بكم في النرويج. هذا المكان راح اخليكم اسمه بعنوان الوصف، اي واحد يريد يجي او عنده سؤال عن هذه المنطقة يقدر يسألني بالتعليقات. تعتبر النرويج واحدة من احسن الدول للعيش حاليا ومستقبلا، لان الدراسة في هذا البلد شبه مجانية للمواطنين والاجانب. تعمل النرويج بشكل مستمر على تطوير مجالات عدة لخلق فرص عمل اكثر في هذا البلد، واصبحت النرويج واحدة من الدول المتقدمة في صناعة التكنولوجيا، مثلا تكنولوجيا اللي تخص مجال النفط او الثروة السمكية، وبالجديد بدوا يطورون اكثر حتى مجالات اخرى مثل مجال التصوير والفيلم برودكشن. وشغلة جدا مهمة لازم ما ننساها، السياحة في النرويج. قبل كانوا هواية ما يجوا للنرويج سياحة لأنه العملة النرويجية كانت كلش غالية. بعد نزول العملة النرويجية صار الناس أكثر وأكثر يجون إلى النرويج، خصوصا بيها طبيعة ومناطق جدا رهيبة، وعلى هسه النزول فصارت الناس تقدر تتحمل تكاليف السفر لهذا المكان، وتكاليف الفنادق صارت أرخص بالنسبة للي جايين من برا. يعني إذا كانت عندك 100 دولار قبل كانت تسوي 450 كرون، بس اليوم 100 دولار تسوي لك تقريبا 850 كرون، وتقدر تلاقي بيها هوتيل. مثلا الهوتيل تقدر تلاقي ب 100 دولار، بس قبل ما كنت تقدر تلاقي بهذا السعر لأنه كانت العملة النرويجية أغلى بهواي. اللي يعيش بالنرويج، النرويج والحكومة النرويجية عندهم نظام هي متكفلة بيك من يوم اللي تنولد ويسجل اسمك بالمكان والمقاطعة اللي انت بيها الى حد ما الانسان يموت بهذا المكان. فهي وياك من تنولد، مستشفى، رعاية صحية، تعليم، بعدين تبدي تشتغل وتدفع لهم ضرائب حتى تساهم بالمجتمع، ومن تكبر همين ايضا يديرون بالهم عليك. تقاعد هنا جدا عالي وجدا زين، ويقدر المتقاعد يعيش حياة رفاهية. اللي يحب الطبيعة لازم يزور النرويج، وخصوصا غرب النرويج.
عوفك من أوسلو والعاصمة والمباني، ولكن غرب النرويج بيها طبيعة، بيها أماكن تقدر تخيم بيها وتشوف وتعيش مناظر رهيبة. تعتبر النرويج من أغنى الدول بالعالم لأنها عندها ثروات هواي، وخصوصا النفط، عندهم نفط ويبيعون نفط بشكل كبير. وبالنسبة لعدد الشعب اللي هو حوالي 5 مليون، فهم يعتبرون أغنى من أغنى الدول بالعالم. أعتقد يكونون رقم واحد، وإذا مو واحد فهم من التوب 10. أيضا سمك السالمون النرويجي معروف بكل العالم، وإذا أنت من محبين هذا السمك فأكيد راح تستمتع بهذا الشيء بهذا البلد. نظام الرعاية اللي موجود بالنرويج يعتبر من الأحسن بالعالم. يعني أنت إذا عاطل عن العمل وما عندك شغل وما عندك أي فلوس، فهم يدفعوا لك إيجار بيتك ويدفعوا لك مصاريفك وينطوك فلوس للأكل تكفيك معيشة. ولكن إذا تريد تسافر وتعيش حياة رفاهية أكثر، أكيد لازم تشتغل بهذا البلد. وبسبب هذا النظام، نظام الرعاية الاجتماعية، هذا البلد ما تلاقي بيه الفقراء. بالفقراء أقصد أنه ماكو واحد ما عنده فلوس أنه ما يقدر يأكل أو صعب يوفر لقمته خلال يومه. وأخيرا تقريبا خلصنا نزول الجبل وراح نوصل المكان السيارة اللي هنا. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله شفتوا شيء حلو شيء جديد واستمتعتوا ويانا. لا تنسون تعلقونا بالحلو والمحلو جوا بالتعليقات واللايك والسبسكرايب، ونراكم بحلقات قادمة وسلام.